كمان تطلع بقى بالليل في برنامج عند الكابتن سيف زاهر الاستاذ احمد مجاهد وهو بيتكلم بيرمي على ايه؟ بيرمي على ايه؟ عارفين بيرمي على ايه؟ وانا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه. بيرمي وبيقول ان يعني النادي الاهلي يعني بيستقوى بجمهوره. او فيما معنى هذا الكلام. طيب هو في نادي في العالم لا يطلب لا يطلب ان يكون جمهوره متواجد في ملعب المباراه؟ انا عايز اشوفها دي، نفسي اشوف نادي في العالم كله، في العالم اللي احنا عايشين فيه ده كله، مش عايز جمهوره يبقى معاه. نفسي اشوفها ونفسي اعرفها بصراحه يعني. دي اول حاجه. تاني حاجه بيقول لك اصل النادي الاهلي يعني عايز الجمهور يجي وده اشتراطات امنيه. ما هو للاسف الشديد حضرتك ما قريتش الكلام اللي اتقال في مجلس اداره النادي الاهلي، حتى دي مش عارف تعملها. اقرا القرارات اللي تم اتخاذها من مجلس اداره النادي الاهلي، قال ايه لما اتكلم في موضوع الجماهير تحديدا. الكلام اتقال ازاي؟ انا بقرا لحضراتكم من ورقه مجلس اداره النادي الاهلي او قرارات مجلس اداره النادي الاهلي. الاهلي قال ان احنا لن نلعب بدون جمهورنا. ازاي مش هتلعب بدون جمهورك؟ هقول لحضراتكم ازاي. خوض اي مباراه قادمه الا بحضور جماهيري. هل قال كده وسكت؟ لا، كمل الجمله. وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها مسبقا. تخيلوا حضراتكم ان النادي الاهلي هل قال هذا الكلام؟ هو ليه النادي الاهلي حط الكلمه دي او مجلس اداره النادي الاهلي حط الكلمه دي؟ حط الكلمه دي عشان عارف ان في مصلحه عليا، عارف ان في شروط معينه يجب ان يتم تطبيقها وكانت بتطبق في السابق، فيجب ان يتم تطبيقها علشان الجمهور يخش. زي ما قلت لكم امبارح، النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي لما بيجي يطلع يتكلم ما بيطلعش يتكلم اي كلام وخلاص، لا، بيطلع يتكلم وهو عارف بيقول ايه. لكن حضرتك حتى مش مكلف نفسك تقرا قرارات مجلس اداره النادي الاهلي بطريقه صحيحه. وكل اللي انت بتعمله ان انت بتحاول تعمل فجوه ما بين جمهور النادي الاهلي وما بين مجلس ادارته، وده عمره ما هيحصل، لان احنا شفناه من منذ انشاء النادي الاهلي وحتى الان عمرنا ما سمعنا هذا الموضوع، فمش هتعرف توصل للنقطه دي. تاني حاجه بتحاول تعمل فجوه ما بين مجلس اداره النادي الاهلي والمؤسسات الامنيه. انا نفسي افهم ليه، هو ليه كده؟ الناس دي بتعمل كده ليه؟ نفسي اعرف ونفسي افهم هي الناس دي بتعمل كده ليه. مش عارفين تقروا حتى قرارات مكتوبه على ورق وجايه لكم. القرار بيقول كده يا جماعه، قرار مجلس اداره النادي الاهلي بيقول ايه؟ ان احنا لن نلعب بدون جمهورنا. ليه؟ وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق ويتم تطبيقها الان. يعني لما نرجع للمؤسسه الامنيه والمؤسسه الامنيه الشرطيه توافق على الاعداد اللي احنا اتفقنا عليها او اللي حضراتكم اتفقتوا عليها، وبالتالي تخش الجماهير. لكن اذا لم توافق الجهه الامنيه، ايه اللي هيحصل؟ او الشرطه لم توافق على عدد معين، خلاص. هو مين اللي بيحدد عدد الجمهور؟ يا جماعه خدوا بالكم من الكلام اللي انتوا بتقولوه. انا اعلم ان الاستاذ احمد مجاهد راجل كويس ومحترم، والكابتن سيف زاهر راجل كويس ومحترم، لكن في النهايه يا جماعه حضراتكم بتخاطبوا ناس، بتخاطبوا ملايين، فيجب ان انتوا تقروا حتى مجلس اداره النادي الاهلي قايل ايه. مش مجرد حاجه كده بتقولها وخلاص، مش مجرد كلمتين طالع تهدي بيهم الناس وخلاص، مش مجرد ان انت عايز تعمل فجوات معينه ما بين المجلس اداره النادي الاهلي وبعض المؤسسات الامنيه اللي موجوده في البلد. الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده مش مظبوط. النادي الاهلي دائما ما يبحث عن المصلحه العليا لبلده دايما، بدليل ودلائل كثيره جدا 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 جدا. النادي الاهلي اكتر نادي بيشارك في كل الالعاب من لاعبين من النادي الاهلي في كل المنتخبات الوطنيه. النادي الاهلي اكتر نادي واخد بطولات ورفع اسم بلده سواء جوه مصر او بره مصر. النادي الاهلي الفريق الوحيد في مصر اللي اشترك في كاس العالم للانديه ورفع اسم مصر عاليا في العالم كله. دلائل كثيره جدا، ده اللي انا فاكره دلوقتي الحقيقه، وده اللي انا اقدر اتكلم فيه. لكن ان حضرتك تطلع تتكلم بهذا الشكل وبهذا الاسلوب ما ينفعش يا فندم. حضرتك ما ينفعش تتكلم بهذا الشكل وبهذا الاسلوب، خصوصا انت بتكلم 70-80 مليون. 70-80 مليون، وانا قلت لحضراتكم من اول يوم
لغايه لما صدرت قرارات مجلس اداره النادي الاهلي ان النادي الاهلي سيظل ملتزم بكل كلمه هو اتفق عليها مع الناس، مع مجلس اداره اتحاد كره القدم. النادي الاهلي سيلتزم بالجوابات اللي جات له وبالخطابات اللي جات له ومتقال فيها المباراه هتتلعب يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا لغايه يوم 30 مارس. لم يعترض احد على ان عندنا اصابات كثيره، عندنا اجهاد، عندنا كل 72 ساعه سفر ولعب مباريات، ما حدش اتكلم في هذا المواضيع، احنا بنتكلم فيها فنيا بس، لكن عمرنا ما اشتكينا او عمرنا قلنا ما قلنا ان احنا مش قادرين نلعب عشان كل يومين ثلاثه ماتش. وتقول لي اصل النادي الاهلي بيستقوى بجمهوره، حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. هو في نادي في العالم ما بيطلبش ان الجمهور يبقى متواجد معاه في الملعب؟ هو حضرتك عارف ان جمهور النادي الاهلي، معرفش يعني اذا كنت عارف اوكي، اذا ما كنتش عارف اديني بعرف حضرتك، جمهور النادي الاهلي ده هو المحرك الرئيسي للعيبه اللي موجوده في الملعب. كل الفرق الرياضيه اللي بتلعب في النادي الاهلي من اول كره القدم لغايه كل الالعاب الرياضيه الاخرى، جمهور اللي امام حضراتكم على الشاشه ده هو اللي بيحركنا، هو اللي بيحرك اللعيبه جوه الملعب. انا فاهم ان حضراتكم عمركم ما لبستوا شورت، انا ده فاهمه وعارفه كويس، فمش هتحسوا بالاحساس ده غير لما او مش غير لما، ما خلاص الوقت عدى وولى، فمش هتحسوا احساس الجمهور ده لان حضراتكم ما نزلتوش الملعب وشفتوا قد ايه الجمهور ده بيبقى مؤثر مع الناس، مع اللعيبه جوه الملعب. لكن كمان حضرتك بتقول كلام مش مظبوط وكلام بعيد عن الصحه، ليه؟ نفسي افهم ليه؟ في مصلحه حد؟ هل ده في مصلحه حد معين عايز توصل حاجه لحد معين او عايز تقول له انا بعمل اهو؟ انا بس عايز افهم الموضوع، والموضوع بالنسبه لي منرفزني جدا. يعني وانا قاعد بتفرج على الفيديو اللي اتقال امبارح والكلام اللي بيتقال امبارح، حضرتك سبت 8 قرارات، 8 قرارات لمجلس اداره النادي الاهلي ومسكت في القرار اللي مكتوب مظبوط 100%، يا جماعه احنا مش هنلعب بجمهورنا الا طبقا للشروط اللي محطوطه واللي حضراتكم مع الجهات الامنيه عملتوها، وكان حاضر وزير الشباب والرياضه ساعتها، وكان النيابة العامة، أشياء كثيرة جدا وجهات كثيرة جدا كانت متواجدة في ذلك الوقت. فليه حضرتك عايز تحرمني من جمهوري؟ ليه حضرتك عايز تحرمني من جمهوري؟ أنا عايز أفهم. هو الجمهور ده عشان حضراتكم عارفين إن هو الأساس في كل شيء وإن هو المحرك الرئيسي لكل الفرق الرياضية في النادي الأهلي، عايزين تحرمونا من جمهورنا؟ وبعدين بيني وبين حضراتكم، خدوا بال حضراتكم، النادي الاهلي بسبب دوره القيادي وبسبب ان هو الاكثر جماهيريه في مصر وفي العالم العربي وفي افريقيا، دايما بياخد باله من الحاجات دي، مش اي كلام، يعني مش بياخد قرارات لمجرد ان هو بياخد قرارات وخلاص، لا. النادي الاهلي مقدر تماما تماما دور المؤسسات الامنيه واللي بتعمله المؤسسات الامنيه في عوده الجمهور، حتى لو الاعداد بسيطه ما عندناش اي مشكله. احنا عندنا لو واحد اهلاوي يكسب 100 غير اهلاويه، لكن دايما الاهلي كان حريص ان عوده الجماهير دي لانها في مصلحه كره القدم. ما ينفعش نفضل نلعب كده مباريات من غير كره قدم. وكل ما بنقابل اصدقائنا اللي متواجدين في الشارع، شرطه، اصدقائنا من الجهات الامنيه المختلفة في الشرطة أو كذا أو كذا، بتيجي تقعد معاهم يقول لك إحنا نفسنا الجمهور يرجع، ولكن هناك شروط أمنية معينة لازم يجب أن تتم، والشروط الأمنية دي النادي الأهلي حريص إن هي يبقى دايماً بيحافظ عليها. فأنا نفسي أفهم ونفسي أعرف، هو حضراتكم بتعملوا كده ليه؟ هو حضراتكم عايزين تدخلوا النادي الأهلي فين؟ عمركم ما هتعرفوا تعملوا فجوة ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي وما بين جمهوره، استحالة. فما عرفتوش تخشوا في دي، فهتخشوا في حاجة تانية؟ برضه مش هتعرفوا تعملوا اي فجوات ما بين مجلس اداره النادي الاهلي واي جهات موجوده في الدوله، مش هتعرفوا. بس هو انا السؤال بالنسبه لي، هو ليه حضراتكم بتعملوا كده؟ وليه حضراتكم كل شويه بتكرروا هذا الكلام؟ خصوصا ان انتم مسؤولين في اتحاد كره القدم.